اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. واصل حواري مع فضيله الشيخ العالم الجليل دكتور اسامه الازهري. اهلا وسهلا دكتور. احنا بنكمل القران بيقول قل يا ايها الكافرون لنهايه هذه السوره الكريمه فلكم دينكم ولي دين. هو الكفر ليه دين بشكل عام؟ يعني هل الكفر في حد ذاته دين؟ هو يعني كلمه الكفر دي حضرتك كلمه متعدده المستويات. نعم. ولها دلالات مختلفة. هي كلمة عامة تشمل أديان أخرى كثيرة موجودة على ظهر الأرض، تشمل اليهودية، تشمل المسيحية، تشمل البوذية، تشمل يعني دائرة واسعة. فبيقول لهم أنتوا عرفتوا الأطروحة التي جاء بها الإسلام وشرحت لكم عقائده واتضحت أمامكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من أراد أن يأخذ بهذا الدين وأن يدخل في رحابه فبها، من لم يرد فلكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، والميثاق الذي يربط بيني وبينكم، العقد الاجتماعي اللي بيننا، لكم دينكم ولي دين. إذن هذا الدين لا يجيز قتل حتى من ينص الدين بتاعنا على أنه كافر. طبعا. فما بالنا لو حد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله ينور عليك. تمام. حضرتك من كان على غير الإسلام من أهل الأرض له كامل الحق في أن تحفظ حرمته. نعم. بل وإيذاؤه إيذاء للجناب النبوي الشريف. إذا زي ما حضرتك بتقول، إذا كان بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بيقول لك تعامل معه بالبر، تعامل معه بالقسط، ما أمركش أنك أنت تعتدي عليه، بل نهاك حذرك، بيقول لك اوعى تعتدي عليه، اوعى تسيء إليه. إذا كان ده مع من لم يدخل في الإسلام أصلا، فكيف بالإنسان المسلم الذي يشهد الشهادتين؟ تعرف حضرتك في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأمراء، فبيتكلم عن الأمراء الذين يأتون من بعده، فقال تعرفون وتنكرون، يعني حتعرف منهم، سترى منهم مجموعة تصرفات وتطبيقات وأوامر وأطروحات جيدة مقبولة، وسترى منهم أشياء أخرى لا تجري على قانون الشرع، ينكرها الشرع الشريف. فواحد قال له يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. أهو في حد واضح، أهي في علامة واضحة، أهي اوعى يا ابني تعتدي على إنسان مصلي، اوعى تنتهك حرمة إنسان يصلي، بيصلي قدامك ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت تكفره، ثم تزيد على جريمة التكفير وكفى بها أن تعتدي على دين أحد وتكفره، تزيد عليها إراقة دمه. ومش بس ده، انت كفرته وكفرت كل نظام اللي موجود معاه وكفرت الشعب اللي ما كفروش، ثم انطلقت بقتل عشوائي في الناس جميعا، وبعد كده الجريمة الأكبر عشوائي ده جهاد. نعم. ده ايه اللي انت بتعمله؟ يعني انت طاقة مدمرة للكون. واللي أكتر من كده أن هذه المجموعة المغلوطة من المفاهيم والظلمات تروح في الآخر تضع عليها اسم الجهاد، فتصوروا مفاهيم الشرع الشريف اللي احنا ممكن نفهم قضية الجهاد دي على أنها حرب أكتوبر 73. نعم. شوف الشيء الوطني اللي احنا كلنا نفتخر به، ده اللي نسميه جهاد، هو ده مفهوم الجهاد كما شرعه الله. فإذا بالمفهوم الشريف الجليل ده يطلقه على مجموعة من الأعمال الإجرامية التي خرج بها على الناس الآمنين الذين يصلون ويقيمون الصلاة ليكفرهم، ثم يثني بعد ذلك بقتلهم، ثم يرتكب الجريمة الثالثة بأن يسمي هذا العمل الإجرامي جهاد في سبيل الله. نعم. شوف حضرتك يعني هنا الخطر. ولذلك أنا في حديث يمكن قلت مع حضرتك وأحب أن أنا أكرره مرة أخرى للمشاهدين، ويا معشر المشاهدين تداولوا بينكم، هو ده الوصف النبوي لهذه التيارات، بيوصفهم بثلاث أوصاف وبعد كده يبين نقطة تغير حصلت عندهم. فبيقول إنما أتخوف عليكم، أكتر حاجة أنا قلقان عليكم منها. شوف الهدي النبوي. نعم. أكتر شيء مش الشهوات ولا الأهواء ولا المعاصي وأخشاها عليكم، ليس التظالم بينكم، ليس أن تنفتح الدنيا عليكم، وإن كنت أخشى عليكم من ذلك، في شيء أخطر من كده تماما. إنما أتخوف عليكم رجل. ها إيه صفته؟ نمرة واحد آتاه الله القرآن، نمرة اثنين
حتى إذا رؤيت عليه بهجته. الله، ده قعد يقرأ 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 ويدمن التلاوة لحد ما بقيت تنظر إليه فترى عليه شيء من سكينة القرآن لشدة الملازمة لنورانية هذا الكلام الشريف. إنما أتخوف عليكم رجل آتاه الله القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته، يعني الصفة الثانية رؤيت عليه بهجة القرآن، نمرة ثلاثة وكان ردئا للإسلام، يعني شديد الحماسة لهذا الدين، شديد التحمس لهذه القضية. ها إيه بقى اللي حصل للشخص ده؟ قال لك غيره إلى ما شاء الله. يعني إيه غيره؟ مستحيل يكون التغيير في الكلمات والأحرف والآيات والسور، ده محفوظ طبعا. ولو تجرأ أحد على تغيير كلمة أو حرف الدنيا كلها هتقوم في وجهه، الاثنين مليار مسلم يضج في وجهه. التغيير مش في الألفاظ والحروف، حاشا أن يتغير شيء من ألفاظ القرآن وحروف. إنا نحن نزلنا الذكر إن له لحافظون، إنما التغيير التلاعب بمعانيه، تنزيل معانيه على غير ما تقصده، كقول ابن عمر في صفة الخوارج إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكافرين فحملوها على المؤمنين. شوف حضرتك التلاعب بالفه. طب إيه كانت النتيجة؟ شوف بقية البيان النبوي، غيره إلى ما شاء الله فمال على جاره بالسيف، هذه النتيجة هي، ورماه بالشرك، هذه الأثر الموجود. ده ناشئ من إيه؟ التلاعب بالفهم. يا جماعة هذا لعب بالنار، قضية في غاية الخطورة. بس الصفات الأولى عشان كده الأزاهرة لا يقبلون بالتكفير بالضبط، عشان كده بدون ما تكفروش. الخوارج بكل ما فعلوه لم يكفروا، قالوا لسيدنا علي بن أبي طالب هل الناس دول كفار؟ قال من الكفر فروا، إنما إخواننا بغوا علينا، ويقدر جرمهم بحسب ما يقع منهم. ده ممكن يكون مجرم حرب ويحاكم ويعدم، ونفضل عبر عشرات السنين نزعل منه ونذمه ونحذر من جرمه. بس التكفير ده شيء آخر، التكفير حكم أخروي بخلوده في النار، ده شيء الله هو الحكم فيه، يعلمه الله. فلا نتجرأ عليه. اللي أخطر من كده إنه يا جماعة اوعوا واحد يخوض في التكفير فنكفره فيعتدي علينا بالسب فنسبه، يبقى احنا كده تحولنا إلى ردود أفعال، إلى طاقة سلبية في مقابل طاقة سلبية، يبقى احنا نقاوم جرم بجرم. عمرنا ما كنا كده، وإنما جزاء من عصى الله فينا أن نطيع الله فيه. نقاوم الفكر التكفيري والقتل وإراقة الدماء والبغي على الناس بإن احنا نبالغ في التحذير منه، وأن يقدم للمحاكمة وإنه يقبض عليه. بس اوعوا يا جماعة أن تقابلوا تكفير بتكفير يبقى ما عملناش حاجة، يبقى نقلنا التكفير من مجموعة من المتطرفين إلى أنصار شعار لعموم الناس. وما جاء هذا الدين لإخراج الناس من دين الله أفواجا، بل جاء لإدخال الناس في دين الله أفواجا. حجة الإسلام الغزالي يقول في كتاب فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة: ولا أن يقع الخطأ في إدخال 1000 كافر في الإسلام بخطأ خير من أن يخرج واحد من الإسلام بغير حق وبغير بينة. فحضرتك ده يعني لعل هذا المعنى يكون مفيد للمشاهدين في أنه يا جماعة الداهية الكبيرة والجرم الأكبر الذي اقترفته هذه الجماعة وانطلقت منه أنها بدأت بالتكفير. البذرة التي نبتت منها شجرة مفاهيم التيارات المتطرفة هي قضية التكفير. بعد أن كفر المسلمين رتب عليها أن ينتزع لنفسه حق تطبيق الأحكام في فهمه الخاطئ برضه، ونقول له حينئذ بالتكفير اعتديت على حق القضاء، بالخروج لتنفيذ الأحكام بنفسك حولت المجتمع لغابة، اعتديت على حق ولي الأمر واغتصبت حقه، سميت نفسك ولي أمر وبدأت تقول أنا حاولن الجهاد اللي بتطلقه على مجموعة أعمال إجرامية، هأعمل خلافة اللي بتطلقها على إنك زعيم عصابة بس بتسمي زعامة العصابة بتاعتك خلافة، ويعني تشويه تدمير لكل شيء. الحقيقة أننا أمام عمل يشوه المفاهيم ويدمر صورة الشرع الشريف في أعين الناس. يبقى إذن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بعد التصفح والاستقراء لأفهام علماء الأمة بدءا من ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والبراء، مرورا بابن جرير الطبري والفخر الرازي وابن كثير والألوسي وأبو حيان وابن جزي والسمعاني، انتهاء إلى الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة في تونس وسيدنا الشيخ الشعراوي شيخ المفسرين، أن هذه الآية لها عدة معاني في فهمها، منها أنها معصية عظيمة كفر دون كفر، منها أنها من ترك الحكم بما أنزل الله معاندا وجاحدا. إنما أنك أنت تروح تكفر واحد مسلم لأنه قصر في تطبيق شيء من أحكام الله جل جلاله، هذا عدوان على الشرع الشريف لم يقل به قبل سيد قطب أبو الأعلى المودودي إلا الخوارج. طيب ندخل للآية الثانية
واللي اتكلم عنها الأستاذ عباس في حلقتين نحييه يعني على إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نعم. شوف حضرتك الآية. وطبعا ما زلنا نطمئن على صحة الأستاذ عباس، كان واضح في صوته الإجهاد والمرض عفاه الله، ونقدر سؤاله ونثني على متابعته واتصاله. مفتاح الآية، شوف يعني علشان بس يعني يبقى المشاهد الكريم يخرج بمفتاح يقدر يستعمله في قضايا مختلفة. لكل آية في كتاب الله مفتاح، إذا ما قدرتش أدخل لها من المفتاح ده معناها هيغلق في وجهي، مش هعرف أهتدي إلى معناها أو أدرك مراد الله فيها. إيه بقى المفتاح هنا في هذه الآية؟ ربنا بيتكلم عن حالة حرب، ويثني رب العالمين جل جلاله على الإنسان البطل الفارس النبيل الشجاع الذي يخوض الحرب من غير خوف فيقتل العدو ويقتل شهيدا بعد ذلك. فيجي المتطرف ويقول لك هو ربنا بيوعدنا بالجنة إذا أنا خضت الحرب فقتلت وقتلت، يبقى أقتل. نعم. ولا أبالي لو قتلت، افرض إن هم وأنا بقتل قتلوني، ما أنا مش خايف من حاجة، أنا حروح الجنة بعد ذلك. فبدأوا يحولون الآية التي تجعل الإنسان المسلم يقف صامدا وقويا في حرب شريفة وطنية نظامية تدافع عن الحق وتدفع الظلم، يحولوها إلى ذريعة للإنسان ليتحول إلى طاقة دمار وهو لا يبالي أن يقتل، لأنه في ظنه هو كده بيروح الجنة لأن الله اشترى منه روحه وباعه الجنة بهذا العمل. فين بقى مفتاح الآية؟ كلمة إن الله اشترى من المؤمنين. من المؤمنين. نعم. إيه بقى أثر دي في فهم الآية؟ يتكلم القرآن عن تطبيق لهذه الآية يتم على يد إنسان مؤمن، ما قالش من المسلمين، قال من المؤمنين. يعني ايه من المؤمنين؟ هتفرق في ايه يعني؟ هتفرق في ان القرآن بيتكلم عن تطبيق يتم وجوده على يد المؤمنين المشبعين بالخلق الممتلئين بالقيم الذين تصدهم فطرة الإيمان عن تحويل القتال لحماية الأوطان إلى ظلم، لا يعتدي، لا يحوله إلى إجرام. طب تعرف حضرتك إيه اللي يؤيد المعنى ده؟ إنه بعد ما القرآن ختم الآية أفرد الآية التالية مباشرة في تكثير صفات هؤلاء المؤمنين. شوف إزاي بيتوه منه المفتاح، فبيقول لك إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله إلى آخر الآية. الآية اللي بعدها على طول بيقول لك إيه؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فوصفهم بعشر صفات. يعني ربنا عما لا يقول يا جماعة، التطبيق الصحيح لهذه الآية لابد من أن يكون محفوف ومحوط مغموس في معين الإيمان، في معين الخلق الرفيع. فأول ما سيدنا أبو بكر الصديق اللي مليان بهذا المعنى الجيش قال له أنا يا ابني حأوصيك بعدة وصايا. إيه بقى الوصايا؟ شوف حضرتك هو من جملة الكتاب اللي احنا وعدنا به، ملزمة. نعم. من ملازم الكتاب الفهم المنير. هيتطبع امتى؟ الناس بتسألني هيتطبع امتى؟ أيام. كيف يمكن أن نساعد؟ مين اللي هيطبعه؟ عدد من دور النشر داخل مصر وبرا مصر، وحيكون متاح بعدة لغات، بالإضافة للكتاب الآخر اللي اسمه الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين، اللي بنحلل فيه قضية الجهاد وقضية الجاهلية وقضية الحاكمية وقضية التمكين، وبنعمل فيها الكلام ده كله. شوف حضرتك سيدنا أبو بكر الصديق أول ما وجه الجيش ليخرج لتنفيذ الآية الكريمة بيقول له إيه؟ بيقول له إني موصيك بعشر. نعم. لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا. شوف الحرص على العمران. اوعى تحول الجهاد في سبيل الله إلى أنك أنت تقصف قصف عشوائي، تقتل النساء والأطفال والعواجيز.
اوعى تحوله الى عدوان، اوعى تحوله الى خراب. يا ابني الجهاد في سبيل الله جاء لإحياء الأنفس، لكسر العدوان، لتعميم الأمان بين الناس، لا لترويع الآمنين، ولا لنقض العهود، ولا للذبح وقطع الرقاب، ولا لنشر الرعب في البلاد. ولا تقطعن شجرا مثمرا، ده بيوجه الجيش بدل ما يقول له اقتل اذبح، بيقول له الشجر المثمر اوعى تمشي، اوعوا يا جيش المسلمين تنزلوا بلد وتطلعوا منه وقد دمرتم الشجار المثمره. سيبوا للناس شجرهم علشان يعرفوا ياكلوا. احنا مش رايحين يا جماعه نتحول الى مصدر خراب ونقطع الاشجار ونبيد الثمار، ده غيران على الثمر مش هيغار على انسان. بيقول ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاتا ولا بعيرا الا لماكله، بس بمقدار ما تاكل. ولا تحرقن نخلا ولا تفرقن ولا تغلل ولا تجبن، بس في الاخر اوعى تكون جبان، خليك ثابت وقوي. ولا تغلل قبليها، ولا تغلل، اوعى تكون حرامي، اوعى تكون سارق، اوعى تظن انك انت رايح علشان تنهبه. اذا كان حضرتك بيوصي الجيش انه يحرص على حياه الشاه فكيف الا اذا اضطررت عشان تاكل، بس فقط بيقول له اوعى تعتدي على شاه، اوعى تعتدي على بعير، ده حرم امن، اوعى تعتدي عليه، اموالهم حرم امن، الا بس اذا احتجت الى شيء بمقدار ما تاكل فقط. وما زاد على ذلك اوعى تعتدي على شاه، فكيف بالانسان؟ يبقى اذا حضرتك ان الله اشترى من المؤمنين، شوف 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 المدخل القرآني. اذا الغنائم ما بتكونش من البلده ولكن مع المقاتلين بس كده، الذين يقاتلونكم لما بتاخد درع وسيف وحاجات كده فقط، ليس الا، لكن مش هاخد من البلد اللي انا رايحة خيرتها ونسائها وارجع ابدا. يا سيدي حضرتك، جرت الحرب عندنا في سيناء في 73، اول ما انكسر جيش العدو الصهيوني الاسرائيلي ورفعوا رايه وسلموا كل ممتلكاتكم الحربيه اللي انتوا كنتوا بتحاربوا بيها عندنا في سيناء دي، خلاص صدرت بقت حق للجيش المصري. بس هو ده اللي يسمى الغنيمه. الاسير اللي بناخده منهم بنعامله ازاي؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. تصور حضرتك الاسير ده اللي بيقع بين ايدينا في حرب وطنيه نظاميه شريفه زي اكتوبر 73، يروح هو يطلع يغير على بعض البلدان والقبائل والقرى فيختطف شخص او اثنين ويسمي ده اسير. شوف 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 اللعب ده، مش اسير، ده انسان مختطف امن، دمه معصوم حرام، يروح يقول لك ده اسمه اسير ويجري عليه احكام الاسير. طب احكام الاسير انك انت تكرمه؟ لا، يذبح الاسير ويقطع رقبته. شوف حضرتك هذا التلاعب غيره إلى ما شاء الله، فمال على جاره بالسيف ورباه بالشرك. فين مفتاح الآية؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فين بقى إيه الصورة التي يمكن تطبيق مثل هذا فيها؟ الحروب، علشان مش كل واحد يقود عصابة يزعم إن هو ده الجهاد. الحروب الوطنية النظامية التي تقوم بها جيوش الدول في الدفاع عنها، يروح هو يعمل تنظيم ويسميه دولة، نعم، ويعمل عصابة يسميها جيش ويقولك ما هو حرب نظامية، واللي اختطفهم حسميهم أسرى، والبغي بتاعي حسميه جهاد. لا، يعني كفوا عن الإسلام، ارفعوا أيديكم عن شعائر الوقت دي ضيق جدا، مش عارف الوقت هيتسع لهذه الآية ولا لا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. شوف حضرتك المفتاح هو أنت أمام أحد أمرين. أول حاجة فين مفتاح الآية؟ الذين آمنوا، الذين يلونكم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، مش المفتاح هنا الإيمان، الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا في المخاطبة لكل آية مفتاح. أيوة، ما أنا بسأل عشان كده. المفتاح هنا الذين يلونكم. الذين يلونكم معناها إيه؟ يعني بيقول إذا جاء الكفار يقاتلونكم في جيوش متضافرة، يعني حصل تحالف، يعني حاجة أشبه ما تكون الآية دي، أشبه ما تكون بالعدوان الثلاثي. نعم، لما تتضافر ضدنا دول زي إنجلترا وفرنسا وإسرائيل وكلهم يجيبوا جيوشهم، إيه مقدار الهزيمة النفسية والرعب اللي حيدب في قلب الإنسان المصري؟ إحنا هنقاتل مين ولا مين؟ يا عم ده ما فيش أمل، نسلم لهم وأمرنا إلى الله وخلاص. ربنا بيقول إذا جاء الكفار يقاتلونكم وبعضهم قريب وبعضهم بعيد، قاتلوا الذين يلونكم، نظموا نفسكم، خلي القتال الأقرب فالأبعد، اوعى تبعتر جهودك، بس انتبه إلى أن أثر هذا التحالف
شديد الخطورة على نفسية الناس، على نفسية الشعب، على نفسية الجيش، على نفسية المقاتل اللي عندك. فبيقول خليك في مقابل هذه الجيوش المتحالفة صلب قوي. الغلظة هنا معناها كده بس، وليجدوا فيكم غلظة. الغلظة هنا مش بمعنى الوحشية، وعلشان ما تتحولش لوحشية راح رجع يعدل الميزان، قالك واعلموا أن الله مع المتقين. شوف 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 كفة الميزان. نمرة واحد، خليك ثابت قوي، خليك شجاع مقدام، اوعى الشجاعة تتحول عندك الى اندفاع وفرط حماسة فتقتل، فتفقد تقواك، تروح تفقد التقوى، لان التقوى هتفقد عليك مراعاة قوانين الحرب في النهاية اللي هترعيها اللي اوصل بيها ومنظومة القيم الاخلاقية للحرب. واذا كان الشرع الشريف بيقول في اثناء الوضوء الوضوء ثلاثا، وبيقول ان انا اغسل اليد الى المرفقين واغسل الوجه من تأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته او تحجيله فليفعل، ثم يقول بعد ذلك في وصف الوضوء فمن زاد على ذلك فقد اساء وظلم، لمجرد انك انت زودت واسرفت في المية في استعمال الماء في الوضوء، سماها اساءة وظلم. فكيف بمجاوزة الحد في القتال التي تراق بسببها دماء؟ ما يكونش ده إساءة وظلم. فالعلماء بدأوا يقولوا الجهاد الشريف الذي هو الحروب النظامية التي تقوم بها الجيوش زي الجيش المصري زي 73 قد تتحول إلى إساءة وظلم إذا ترتب عليها اندفاع يجعلك تتجاوز الحد. اعدل الميزان بقوله واعلموا أن الله مع المتقين. فين الفهم القرآن؟ وتعرف حضرتك كمان من مفاتيح الآية إيه؟ قوله تعالى قبلها وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أهو اوعى تعمل من غير فقه، اوعى تدخل لفهم القرآن بجهل. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوف كم تحذير في الآية السابقة، وبعد كده بيقول قاتلوا الذين يلونكم وليجدوا فيكم غلظة، ورجع يكرر التحذير واعلموا أن الله مع المتقين. يروح يسيب كل الآية السابقة ويسيب المفتاح اللي بيكمل كفة الميزان ويقتطع كلمة الغلظة ويطلقها على أفعال وحشية، على الذبح العلني وعلى برق العالم. لو عرضت على الجنود المسلمين النبلاء كخالد بن الوليد لقشعر شعره من هول ما يرى من هذه الفظائع التي تطلق عليها عدوانا آيات من القرآن الكريم. أرجو أنه ده يكون ساهم في شيء. نحن بدأنا البداية. يبدو أن الأمر سيستدعي، أول الغيث قطر ثم ينهمر. نعم سينهمر إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك. بشكركم، هنكمل معاكم. أنا بعتذر لكل المشاهدين اللي بعتلنا على هاشتاج اسأل الأزهري. الاسبوع المقبل ان شاء الله هتبقى فيه فقره هستاذن حضرتك فيها نرد على كل الهاشتاجات اللي جايه. انا هاخد من حضرتك النهارده اطالع الهاشتاج. نعم. على التويتر واشوف كل الاسئله ونبدا نتناولها الحلقه باذن الله. ستكون لها نصيب في الحلقات القادمه. احنا مكملين، الامر يستحق، لان هذا الفكر احنا مش بس انا برد على الدواعش، احنا نريد في العقول التي قد تفهم خطا او قد تتاثر بما تسمع ولا يكون لديها علم كافي، ان احنا نوفر لها الفرصة انها ترى التفسيرات الدقيقة والحقيقية لهذا الكتاب العظيم. انا بشكر حضرتك يا مولانا. بشكركم. ومصر بخير طول ما انتم بخير، وتصبحوا على خير بعد ما تشوفوا بعد الفصل الاستاذ بسام او الدكتور بسام الصيني، رجل صيني تعلم اللغة العربية وأحبها وقرأ في التاريخ الإسلامي وفي تاريخ مصر. اسمعوا شخصية لطيفة قوي، أرجو أن تستمتعوا بالحوار، وأراكم على كل خير الأسبوع المقبل إن شاء الله. في إلى اللقاء.